بجسم نحيل يدفع بلة ذي 12 عاما هذه العربة المعروفة محليا بالدرداقة لكسب عيشه ومساعدة أسرته. الفقر والحاجة دفعت بلة رفقة أطفال آخرين كثر لترك الدراسة والتوجه نحو السوق ليعمل حمالا، وهي المهنة التي لا يحصل صاحبها على الكثير من المال. جينا كنا بنقرا وطلعنا بسبب القروش، جينا السنة وعجينا إذا كنا شغالين درداقة، قام المحتمل عمل لنا مدرسة هنا قال عشان نكمل فوق قرايتنا، المدرسة ما شاء الله لقيناها كويسة. الإحصاءات الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تشير إلى وجود أكثر من 3 ملايين طفل سوداني خارج أسوار المدارس ويمارسون أعمالا هامشية. يشكل الفقر والظروف الاقتصادية الضاغطة عوامل اقتصادية تؤدي لظاهرة تسرب الطلاب من المدارس، الأمر الذي يتطلب إيجاد معالجة لمئات الأطفال الذين تركوا الدراسة. مدرسة حلم النيل تمثل خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح بحسب الخبراء. هنا بات بمقدور بلة وآخرين من شركاء الأزمة تحقيق حلمهم في إكمال تعليمهم وفق منهج خاص يتيح لهم الدراسة والعمل معا. تملك هذه المدرسة التي أنشئت شراكة بين محلية الخرطوم بحري ومنظمة اليونيسيف كل طالب وسيلة رزقه التي تعود العمل عليها، مما يشكل حافزا كبيرا انعكس على مستوى الإقبال على المدرسة. في إقبال كثير جدا للدارسين، حتى في دارسين ما عندهم درداقات لكن عندهم إقبال للتعليم، الأمية كبيرة جدا. ونحن عندنا برنامج ذاته محو الأمية الشاملة، يعني ب2020 مفروض يكون ما في أمية في السودان. ويأمل شركاء المنظومة التعليمية في السودان المحليون والدوليون أن تكون تجربة التعليم مقابل الدرداقة ومشروع علم طفلا التي تستهدف أكثر من 1 مليون طفل حائطا يقف أمام زحف الأمية بفعل الظروف الاقتصادية. سعيدين جدا بدعم المبادرة اللي نشأت من بحري ومحتمد بحري اللواء حسن، اللي هي قدمت دعم لأطفال الدرداقة كالتعليم مقابل الدرداقة. هم حاليا حسي سجلوا 246 طالب، نحن قدمنا لهم الدعم بالكتب والمناهج للأطفال خارج المدرسة وكل المعينات الدراسية من شنطة اليونيسيف وكل الأشياء اللي يحتاجوها الطلاب. نجاح تجربة حلم النيل والصعوبات التي تواجهها ينتظر أن تمثل تجربة تساعد السلطات المحلية لتطوير المتوفر من الوسائل أو ابتكار أخرى لخفض نسبة الأمية المرتفعة في السودان. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.